عطني عطني ذي عطني ذي عطني ها ابو بكر ابو بكر كمل ذي عك عك ابغى اكمل ذي عك ابشر ابشر بس عاد عنك دقيق قلت له اجيب له مكنسه ابغى اجيب مكنسه لا نبي نجيب نبي نشيل هذه شفت هذه هذه نبي نشيلها هذه اي نرفعها مره واحده عن العج اول شيء ثاني شيء لا 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 رجعها في النص نرجعها في النص ونكنسها يمينها ويسارها ما تنفع المكنسه ذي سعف دقيقه بس كذا ايوه ايوه دقيقه دقيقه شيلها كذا شيلها كذا دقيقه دقيقه اصبر 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 الحين ارفع ثوبي بس دقيقه مع ان محله ترى درى ما يجي هبو درى بس ودي درى ما نكلمك عن التراب الا درى بس درى لو انها ناقصه غبار قوي هث ينزل عليها غبار قوي يبار حياه يا الربع وما زال بيهب ذلحي وش هو؟ غبار هبو بهبي هبي هبو بهبي هبي شفر الثاني لا نكمل ها يا عطا يا ربي ابو حمد هلا يا ابو حمد وشلونه بهرجك وانت كذا اذا الايام وظروف الحياه اللي عليك مرتبه اصحابنا الغالين قولوا كذا ولا كذا مني وعها ارحب يا ابو محمد بس مو كذا تاكل تبقى مو كذا عطي خلاص اللي عندك خلاص لا باقي خلاص لا خلاص احنا بنشيل الاغراض الاغراض بنشيلها بعدين لا بنحطها في النص وخلاص اللي جوالي جنبها يمين يسار يا ابو حمد اسمع يا اخي ترى كذا شوف هذه خلها الاغراض اسمع اخلي ويش لحظه ليه انا بسوي شيء يبا يسحب لا كذا لا تشحب بسحب يا ولد هذه قرب هذه كس 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 علمتك ذي سعف تقطع تعال قوم معايا شو يقوم عاد خلنا قاعد عاد قوم شو يقوم يا رجال خلنا قاعد قوم السبله هات كذي السبله اللي هي العويسي الجلسه صح؟ الجلسه العمانيه معناها كذا يوه التراب ما شاء الله عليك يا حمد شلون تعرف عماني؟ ها؟ بعدين لا تجحدها وش هي؟ لا تجحدها يا عايض بن محمد وش يا لا تجحدها محمد بن سعود وش لا تجحدها وش يا حمد بن سعود؟ كاب بن كوكو وسوسو يصيحون لي في الخلا جويعين والله؟ وانا اجي وانا اصب لهم ما اغط براس كوكو لين شرب يوم شرب يا طويل العمر السلامة وهو يروح ياخذ سوسو ويوديها لين شربت يوم شربت وبعضهم يمسك بعض كذا ويروحون لين يجلسوا ياكلون من الاغراض اللي منثوره لهم. سوسو كوكو. اعطيتهم خيار. سوسو كوكو هذول لهم قصه عشق يا اخي ما ادري شلون صدتهم انا. انت تصيد 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 البل ما هو بعد طيور. لا ابل يعني. يا. وش؟ قال يا. عندك ابل؟ انت بتقول انا يا عندك ابل؟ دخلك فيني لا 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 انا لا 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 انا ما قلت انا ليش تضحك؟ ليه؟ ليش تضحك؟ ليه تقول يا؟ ليه تقول يا؟ انت عندك ابل؟ كيوت يا عيب استحب شنبك عندك ابل شنبك ذا عندك ابل اصلا ما يمسك ما يمسك تمسح البحر ما يمسك تدخل من الباب ذاك ما يسوي يدخل من الباب ذاك من شنبك يا عيب عيب ما كان يتكلم عيب عيب تقول يا عندك ابل؟ يا عايض كان لا غير صحيح يا عايض لا تسقط البل ما هي بخيصة عند هذا يا راعي كوكو سوسو ما لت عليك على البل معك يلا لا ما لت علي صح البل يعني بترد عليك تقول ما لت عليك انت اي ما لت علي حبيبي اقول لك يا العويسي انت والله بعد الصلاة جاك بلا جاك شغل بزيادة الناس اللي صار لهم غريب يتعودون بالشيطان يروح يتعودون بالشيطان تروح 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 وين تعود الشيطان الشياطين قدامي ما عليك شلون طال عمرك شياطين قدامي اتعوذ منهم والله العظيم لو اني مو في بيت عماني كان اتفاهم معك يا عويسي بيت عماني طيب اسمع مجلسي انت اسمع قوم تعال نستيق الله يا ابليس يا لا 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 ترش مو طروق مجاوزه ترى يجي انا اقول المول يروح اثريكم ترشون على بعض تكفى واللي كان يلعب بالمسدس هذا خطا واللي كان يلعب بالمسدس قبل البارح وش ما ادري مسدس بسيط رشيت على طروق وش رشيت عرفته دروغ مجوزه
اسمع يا فيفي اسمع ذي ما بتنحط كذا هذه ما بتنحط كذا هذا اشهد جاب البن هنية ولا شبه عندك خطا في الاعدادات يا ابو غطا عنده غطا وانت مركز وين تديه؟ ما ادري بكم اشوفه بكل حد مو صراحه هو يبي حمد يا اخوي روح حول يبي حمد ما ادري ايش يبغى انه يبغى يشاورك اخوي لا اشتغل مع الرجال روح شيل يبي يشاورك في اذنك يا خبل طيب خلاص انا انقل لها الكلام عند الادمي ذا اكثر من عدد سكان السعوديه شوف شوف والله والله فهمها انك صادق يا حليل شفت علمنا علمنا فهمنا ما في ابك شوي شوي لا والله ما في طرح عدد اقعد ايش الذي انا اقوى اتكلم لا لا تكلم لا تكلم كلنا فهمنا حمد اذنه كبيره وما سمع ما تبغى ابالي بيب بنظفه مني اوكي هذا نوديها كذا كويس هذا نوديها انا علق طيب وين الحاجه اللي بيحطها في وسط القلب حطب لا في هناك عادي نقدر نشب النار في الدوار نفسه قلت لك ذيك اجيبها قلت لا ايش هي هذا في حطب ايش هي مكنسه اقول عاد الجار ده ونوديه قلت لك اجيبها قلت لا مكنسه وين احنا بنجيبها في الوسط كذا سلام القم خليت يلقم جاني وخلاني اخذ خاص مو لا شوف لا ضوره شوف ضوره لا عشان يا سلم سلم انت كيف شكلك سلم سلم يا رجال اقول جاني خاص اقول جاني خاص يقول عشان يسلم يا حليله البقدونس ذي عبود اسمع عبود اسمع عبد الله انا اخرب شعرك ليش اعطيك قهوه عدلت لي قهوه اسمعني اسمع قول لي قهوه جيلك الوز انت بالضوء عدلت قهوه ايش ايش الوز جيلك الوز اصبر فاضيه فاضيه يا ادمي عادكم ما تجي تقول شاهي شبي خرد الوجي عاد هذا ساعدني يا ولد حطي حمد جيت خليت يقول وعليك انا ادري بيجي نبغى الفطاير اللي قبل شوي نبغى الفطاير اللي قبل شوي كيف امورك هاك ازي منك هاك دقيقه عاد هاك سلام في منتجين جديده من حلانه غير يا اخي انت تبى تروق انت تبغى راسك حلانه غير جعني في دول تبى تروق تبى حلا يبرم في نخاعك مع القهوه عندهم صنفين جديده عندهم لوفان اللوتس عبود ساعدني لهن لوفان اللوتس شوكليت بلجيكي وطبقه اللوتس الخارجيه ورهم يا عبود هذا هو يا شباب شوفوا يا شباب وكم تتوقعون سعره هذا الابداع والفخامه والديزاين والفخامه دي اتوقع 20 ريال 59 ريال 50 ايه وعندكم الصنف الثاني بسبوسه الجلاكسي بسبوسه مغطاه بالجلاكسي وبالجلاكسي المبشور تمام وسعره كم تتوقعون اعطوني السعر كم 104 كم 104 ها كم كم 50 ريال استري حسب الضريبه 150 طبعا حنا غير مكسر 69 40 ريال 45 ريال حلوه روق وتاكل شامل الضريبه وكن يا سمك بني شامل الضريبه كلها يا سلام يلا يلا تبون نحلي بسم الله حلو وسلم ها تعالوا نحلي بسم الله عبود دقيقه عبود عبود اسمع فلحت وقلبي طيب ابشر ابشر يا ادمي خلني انا افهم يلا صب لنا قلبي اتش قومك تعرف ما قلت لك اتش دقيقه عامر تعال بك طبعا اسعار مناكسه وعندهم تنسيق وعندهم كل شيء يا زلمه والله ما فيني شيء ودي اروح ادخل داخل هم اللي قالوا تعال سوداء شوفوا يا شباب ويش سوداء ويش طالعوا صب لي قهوه لهنت يا عايل رتب الدوام صب لي قهوه يا موسى قال اسعى 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 صار اسعى شوف رحت اسعى شوف ما عاد تاكل ها جميل كان يروح دو رتب الدوار بيجي فخامه صح اول شيء جي قاعد هنا مع الرجال وش رتب الدوار وش بسوي به؟ لا يقول لي انا الحين الوجار ذا نشيله فهمت؟ وش الوجار نشيله؟ ذا الوجار الهنية بسم الله ما شاء الله اي وجار الهنية؟ دائما تشوف الوجار ذا اشوف دوة تسوون دوة دوة شيلها وتوديها ما بوصل ما بوصل حطها حط اللي جاي جرب يا حبيبي ضيفه يجيك رجال هنا قاعد مع الرجال يصير وياك خلاص خلاص يا خلاص شوف شوفوا يا الربع شوكليت بلجيكي وثري من فوق مغطى لوتس تقاوم تقاوم احنا من ازعاجك يا ابوك تقاوم دقيقة ومحشي صوص اللوتس من جوا بسم الله ما شاء الله ايش بكم زرتم يا عيال ابغى احط قهوه منه ابغى قهوه بمخمخ بكيف مخمخ ومع حرانه غير تمخمخ لا لا ما انت قهوه كيف غير حلانه غير حلانه غير ما انت قهوه كيف بكيف سوي لي قهوه يا ابو بس ابو كان هاي بلا سوي قهوه ايوه نقولها روق روق يا الله ما شاء الله
سلام. يا عيال ابي طاقيه ابي قهوه. اسير لك طاقية يا شيخ، انا التف اسير لك طاقية ها. الله لا 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 بس انت حلا خذ جعلني غدوتك لب روحك. شوف 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 والله ما شاء الله. ها؟ انا قايم نفس هو راقد هو قاعد. صحيت الساعة 12 الظهر. ما شاء الله عليك، ما شاء الله احنا قاعد عليها. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجعلنا. يلا حيهم. ما شاء الله تبارك علبة الوان اليوم عايض لابس اخضر بني ازرق. يعني نومي مو زين ولا كيف؟ ما شاء الله عليك. تدري ليه؟ لان جدي قد قال لي قناعه. قال ذي بي مقنعه فيك عمي، ذي بي مقنعه، ذي بي مقنعه، اسمع اسامه ذي مقنعه. تقوم الساعه 12 تصلي الظهر ترجع تقيل، تقوم العصر اوكي، اما تمسك لي اياها الساعه 12 ليه الساعه 5 الفجر. طيب صدق انا مسويها. طيب قيلت الظهر لكن لكن انا بعطيك بعطيك حاجه تفيد. قولوا ما شاء الله. بعطيكم يا ابو كثر جات تخاف على نقاطك يا ابو. ايوه ها اذكر الله بس بعطيكم حاجه وقناعه. ذي ما اذكر الله. لا طيب اوكي لا تذكر الله.